سمكة. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. السلام عليكم، تعالوا شوفوا شو سويت. سويت أكبر سمكة هامور بوزن 8.5 كيلو. طبعا توهقت فيها وكان لازم إني أنا اللي أنظفها. لا مجال للهرب. طبعا بوزنها ما شاء الله كبيرة ويابسة، وبتتقص بطلعت الروح، وطلعت روحي فعلا، ولكن حاولت. يلا حاولت وسويتها والحمد لله، لأن رايلي يابها مستعيل وما كان عنده وقت يتريى في كارفور لين ينظفونها، وتوهكت أنا فيها أني لازم أنا لا أنظفها. بصراحة يابسة وكبيرة ومتعبة، رأسها أكبر عن رأسي، وتعبت واتبهدلت فيها، ولكن نظفتها. نظفتها زين وغسلتها زين، وغسلتها بملح، وبعدها رشيت عليها ملح وخليتها عاد في الملح شوي. شليت منها القشور شوي، السفة هذا شوي، ما شليته وايد صراحة لأنه وايد متعب، وتشي أنا بشويها أصلا. بس حطيت عليها الملح كمية كبيرة عشان تكفي، لأنه وايد يابسة والجلد مالها وايد يابس وايد متعبة، يعني حتى الزعانف ما تنقص، تطلع روحها عشان تنقص. بس يلا تجربة في تنظيف أكبر سمكة، والحمد لله نظفتها زين وخليتها في الملح طبعا شوي. بعد ما خليتها في الملح طبعا غسلتها زين ورشيت عليها ماي وشطفتها زين ما زين من كل مكان يعني. بس اختصارا للفيديو فلقطت اخيرة، ولكني شطفتها زين من الملح، وبعدها حطيتها على الشبك والنار تحتها مباشر لان جلدها يابس. خلاص استوت زين، انشوت وحوالي نص ساعة، اخذت في الفرن حوالي نص ساعة. استوت وايد، شوفوا كيف الجلد مالها، الجلد وايد متين ويابس. انا بس سحبت عنها الجلد وشليتها نفس ما هي سليمة، وخليتها في الصحن اللي بقدم فيه الاكل. الحين بسوي شوية خضار، خضار سوتين مشوي في الفرن بدون اي بهارات، بدون اي نكهات ولا اي شيء، بس رشيت ملح خفيف وحطيت وياها شوي زبدة. يعني حطيت رشة ملح خفيفة في الخضار، وحطيت عليها قطعة زبدة خفيفة، ودخلت الفرن تحت الشواية.
وهذا الخضار بعد ما انشوى بهالشكل الحلو وريحته روعة. خذ حوالي نص ساعة كمان ولا أكثر شوي وانشوى. وسويت بيض الفري، سلقت بيض الفري بس بخليه بيض مسلوق بحطه فوق أزين فيه الصحن أو الصينية بهذا الشكل. حطيت السمكة في النص وحطيت حواليها شوية الخضروات والبيض الفري اللي هو السمان، صراحة روعة. والسمكة طرية مو يابسة، لحمها طري طبيعي، هي كبيرة شوي أو كبيرة زيادة بس حلوة. جربوها طعمها حلو، يعني ما تشوفون أنها كبيرة لا ما بتتاكل، لا هي كبيرة بس طعمها حلو، نفس النفس الصغيرة بس بتاخد شوي أكثر. وجربوها مع الخضروات، الخضروات المشوية صراحة وايد حلوة. شوفوا كيف لحمها أبيض وطري وايد مستوية وحلوة. سمك الهامور طبعا معروف أفضل أنواع السمك بعد السلمون، طبعا أنا أفضل السلمون أول وبعد الهامور. جربوها، جربوها مع الخضروات وبيض الفري، وان شاء الله بتعجبكم. ولو عيبتكم لا تنسوا الدعم، الاشتراك واللايك وشير، وجزاكم الله خير. باي باي، حياكم الله، فأمان الله.